أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في حقوق الناس إلى موريتانيا، حيث قتلت قوات الأمن الموريتانية القيادي العمالي محمد ولد الجضوفي خلال اقتحامها لمقر شركة أوجوجت، وذلك لفض اعتصام عمالي. جرح خلال الهجوم الذي استخدمت به قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات عدد من الأشخاص، وفي هذه وكما اعتقل عدد آخر. للحديث حول هذا الموضوع أرحب من القاهرة بنائبة المدير التنفيذي في الشبكة العربية لحقوق الإنسان السيدة روضة أحمد سيد. سيدة روضة أحمد سيد، أرحب بك في حقوق الناس. بداية، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن ملابسات قتل هذا القيادي العمالي الموريتاني العمالي؟ يعني المعلومات اللي وصلتنا من خلال مواقع الإنترنت ان فعلا في فصل لعمال شركه ام سي ام في ايكواجيكس في موريتانيا، وان اثناء اعتصامهم واضرابهم تعسفا يعني للفصل التعسفي اللي وقع عليهم، تم مواجهه هذا التجمع السلمي او الاضراب بالعنف من قبل الشرطه القوات الامن الموريتانيه، هو ما اسفر عن استشهاد احد العاملين الموجودين ويدعى محمد ولد الجذوفي. طب هذا القيادي العمالي، هل تواصلتم مع السلطات الموريتانية للتأكد من ملابسات مقتله؟ يعني إذا كان قد قتل خلال مواجهات أم أنه قد قتل عمدا؟ لا، هو مش يعني احنا ما تواصلناش مع قوات الأمن الموريتانية، ولكننا تواصلنا مع العمال القائمين بالإضراب، وهو ده المعلومات اللي وصلتنا منهم، وهم كشهود عيان موجودين في الواقعة نفسها، ان الواقعة الاستشهاد تمت بناء على القوة اللي تعاملوا بيها كمجموعة كبيرة، وهو ما ادى الى استشهاد محمد ولي. طيب، انتم في الشبكة العربية لحقوق الانسان كيف تتابعون الموضوع مع السلطات الموريتانية؟ بص، احنا لا يعنينا السلطات الموريتانية تحديدا، احنا بندافع عن الحق في التجمع واضراب هؤلاء العمال لحين الحصول على حقوقهم، فبيتم الضغط على ده من خلال اصدار بيانات تدين الانتهاكات اللي وقعت على العمال، ان حقهم المشروع في الاضراب لحين الحصول على كافة حقوقهم او رجوعهم الى العمل. دي من الحاجات اللي احنا بنضغط من خلالها، لكن الحكومات القمعية بيبقى صعب ان انت تتواصل وتتعامل معاها بشكل رسمي. وهل يعني لاحظتم هل لاحظتم اي اثر لتلك المناشدات وتلك البيانات؟ هل هناك اي استجابة او تغيير في اسلوب تعامل السلطات الموريتانية مع العمال المحتجين؟ الى الان ما زال هناك الاضراب قائم، واحنا بنتواصل مع المدربين عن العمل، واي مساعدة هنقدمها بيبقى هم اللي بيطرحوا ايه الاجراء اللي احنا نقدر نساعدهم بيه، وده هي الطريقة اللي احنا هنتواصل بيها بدعم العمال لحين الحصول على حقوقهم. طيب، هل يمكن ان تذكري لنا باختصار يعني ما هي ابرز تلك الحقوق والمطالب التي يطالب بها هؤلاء العمال الموريتانيون المضربون؟ اولا يرجعوا الى عملهم، ياخدوا كافة حقوقهم في عقود العمل اللي موقعة مع صاحب العمل، ان يتم التحقيق في واقعة وفاة محمد المجروفي، ان يتم مراعاة تأكيد على حق العمال في الإضراب لحين الحصول على حقوقهم، ان يتم الاعتراف بهذا الإضراب وانه حق مشروع لهم طبقا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العهد الدولي منصوص عليها في المادة 7 تحديدا، فلابد ان تعترف الدولة بهذا الحق وان يرد صاحب العمل جميع حقوق هؤلاء العمال. طيب، هذه الإجراءات هل يمكن أن تأخذ شكل قضائي يعني باتهام السلطات الموريتانية باستهداف ذلك القيادي العمالي؟ هل يمكن يعني متابعة السلطات الموريتانية على مقتل ذلك القيادي العمالي قضائيا؟ لابد أن يتم تقديم بلاغ، وده اللي احنا هنحاول نتواصل فيه مع محامين من بره، وان يبقى في بلاغ فعلا لتحديد من هو المسؤول عن وفاه محمد ولد المجذوف. روضه احمد، شكرا لك. روضه احمد سيد، نائبه المدير التنفيذي في الشبكه العربيه لحقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره، شكرا لك.